دليل المطبخ الشامي. Levantine Kitchen Guide, My Mama's Recipes, A Flavorful Journey Through Generations. وصفات الحلو. Dessert Recipes. عوامة. عوامة. عوامة is basically a yeasted dough that is fried and then sweetened with rose water syrup. المفردات. Vocabulary. طحين. Flour. نشا. Starch. زيت نباتي. Vegetable oil. خميرة. Yeast. Baking powder. Baking powder. لحتى تفور. Until it forms bubbles on the surface. مية دافية. Warm water. بنعجن. We knead. لحتى تتماسك. Until the dough holds together. تصير رخوة. Soft. تتخمر. Until the dough is fermented. بنحمي. We heat up. القلاية الغميقة. Deep fryer. بنقطع العجينة. We cut the dough. نار عالية. High heat. عصرة ليمون. Lemon juice. المقادير: كاستين طحين، ربع كاسة نشا، رشة ملح، ربع كاسة زيت نباتي، معلقة سكر، معلقة صغيرة خميرة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، مية دافية، كاستين سكر. طريقة التحضير: أول شي بنجيب كاستين طحين وبنحط عليهم ربع كاسة نشا ورشة ملح ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. تاني شي بنحط معلقة خميرة صغيرة ومعلقة سكر في كاسة مية فاترة لحتى تفور، وبنضيفها فوق الطحين والنشا. تالت شي بنعجن منيح لحتى تتماسك العجينة وتصير رخوة شوي، وبنتركها تتخمر ربع ساعة. رابع شي بنحمي الزيت بالقلاية، ولازم يكون الزيت كتير والقلاية غميقة. خامس شي بنقطع العجينة بالمعلقة وبنقلي العوامة على نار عالية. سادس شي بنعمل القطر: كاستين سكر مع كاسة مية وعصرة ليمون، وعلى النار لعشر دقايق. لازم نعمل القطر قبل بساعة عشان يكون بارد. بعدين بنحط العوامة جوا القطر شوي، بعدين بنحطها بصحن. وصحتين وعافية.